صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال حلقتنا مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم. وقبل ما أتطرق لأرقام التواصل ويانا أرحب فريق العمل ويانا في البرنامج. الإعداد فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، التنسيق ميرا القفلي والإخراج سعيد المر. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. طبعا طبعا مثل ما عودناكم في حلقاتنا بنتطرق المواضيع. طبعا موضوعنا اللي هو الأخبار سواء المحلية والعالمية، فقرة السوشيال ميديا والفقرة التقدوية، وفقرة معينة خصصناها للمواضيع الصحية. طبعا موضوعنا أو خبرنا المحلي أو العالمي يقول أربع نصايح للوقاية من سرطان الرئة. أشار المعهد البريطاني لأبحاث السرطان إلى أربع نصايح يمكنها منع إصابة الشخص بسرطان الرئة، وهي الإقلاع عن التدخين، حيث أن أكثر من 70% من الإصابات بسرطان الرئة في المملكة المتحدة سببها التدخين. لذلك فإن الإقلاع عن التدخين أفضل وقاية حتى لو كان التدخين سلبي، يعني يكون الشخص ما يدخن بس قاعد في بيئة فيها أشخاص يدخنون. حيث يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إنه كلما طالت مدة التدخين زاد الاحتمال بالإصابة بسرطان الرئة. رقم 2، تلوث الهواء. وفقا للمعهد البريطاني لأبحاث السرطان فإن تلوث الهواء يمكن أن يسبب سرطان الرئة أيضا، وفي المملكة المتحدة هناك حالة واحدة من بين كل 10 إصابات سببها تلوث الهواء الخارجي الناجم عن الدخان غير المباشر من السجائر، حرق الأخشاب، الفحم لتدفئة المنازل والطهي وغيرها من ملوثات الهواء الأخرى. في ناس يمكن تتساءل، يعني أنا عايشة في هالبيئة اللي في كلها فيها يعني غبار أو فيها ملوثات تتلوث الهواء، فنحتاج نقلل من هذه الملوثات بطريقة أن الواحد خلال يوم أو يومين في الأسبوع أو خلال ساعات معينة في اليوم يطلع في أماكن تكون تلوث الهواء يكون فيها أقل، مثل شواطئ البحار أو البر. أماكن النقطة الثالثة اللي هي أماكن العمل، حيث قال المعهد البريطاني لأبحاث السرطان أن العاملين في بعض الوظائف قد يتعرضون للإصابة أكثر من غيرهم بالسرطان، كالعاملين في الزراعة، القابات، صيد الأسماك، والبناء والتصنيع والتعدين، وبعض الوظائف الخدمية. وعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي العمل في الزراعة والتعامل مع مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب والعمل في هذه الفئات إلى خطر الإصابة بالسرطان. طبعا السبب الرابع وهو العامل الوراثي، وأشار المعهد إلى أن حوالي 8% من سرطانات الرئة ناجمة عن استعداد وراثي، حيث يقول المعهد أن السرطانات الناتجة عن الجينات الموروثة أقل شيوعا من السرطانات بسبب التغيرات الجينية اللي تسببها الشيخوخة أو عوامل أخرى. طبعا هذه النصايح أن الواحد ياخذ حذرة من البداية ويقلل الأشياء اللي تزيد من خطورة تعرض الشخص أن يصاب بهذا النوع من السرطانات. طبعا نتمنى لكم كل الصحة والعافية. مستمعينا الحين طبعا فقرة السوشيال ميديا اللي تعودنا عليها وبنتطرق فيها المستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى. ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. طبعا فقرتك من الفقرات اللي نقول تعطي للبرنامج لمسات خاصة. حبيبتي والله مشكورة. ناخذ شوي جولة بقنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء نحن نبركز عليها الاستفسارات اللي دائما توصلنا، مجموعة من الاستفسارات اللي توصلنا بخصوص
التطعيم، خدمة التطعيم موجودة في جميع مراكز هيئة الصحة، مراكز التطعيم كلها من خلال المواعيد المسبقة، لازم أنهم يأخذون موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بالبي. هذا بالنسبة للجرعة الأولى. بالنسبة للأشخاص اللي محتاجين يأخذون الجرعة الداعمة واللي هم اللي عندهم أمراض مزمنة من عمر 50 إلى 59 سنة، والأشخاص من عمر 60 سنة فما فوق حتى إذا ما كان عندهم أمراض مزمنة، هذول يقدرون أن يأخذون الجرعة الداعمة أو الموعد الخاص بالجرعة الداعمة من خلال مركز الاتصال 803-48. ممكن يستفيدون أيضا من مجموعة من الخدمات الموجودة وأيضا الخدمات المنزلية للتطعيم. الأشخاص يعني نحن دائما ننصحهم الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة أنهم يستشيرون طبيبهم المعالج اللي يعالجهم من الأمراض المزمنة عندهم يأخذون جرعة ثانية، لكن جميع الأشخاص من 50 سنة إلى 59 سنة وعندهم أمراض مزمنة يحتاجون. من الأسئلة توصلنا إذا كان أنا عمري سن 45 أو تحت 50 سنة وعندي أمراض مزمنة، هل أستحق الحصول على الجرعة الدائمة؟ الأشخاص اللي تحت 50 سنة ما يعني ما يحتاجون ان ياخذون الجرعه الداعمه في الوقت الحالي، واذا في اي ابديت او تحديث او مستجدات في موضوع التطعيم ستقوم هيئه الصحه بدبي بالاعلان عنها بشكل مباشر من خلال منصاتها الاجتماعيه وايضا من خلال قنوات الاعلام الرسميه. صحيح. من ضمن الأشياء اللي توصلنا هي بالنسبة لتطعيم الإنفلونزا الموسمية، أيضا تطعيم الإنفلونزا الموسمية موجود في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية وأيضا من خلال الحجز المسبق. نحن دائما نشجع الأشخاص أن يأخذوا مواعيد، وهذا لتفادي أنهم يتمون في المراكز لوقت وايد طويل، و يعني الأسهل أنهم يأخذون موعد ويحضرون ويخلصون في أقل من 5 دقائق ولا أنهم يروحون يكريون الدور. فننصحهم دائما أن يأخذون موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، خدمة حجز تطعيم الإنفلونزا موجود في التطبيق. ممكن أنهم بكبسة زر واحدة يأخذون الموعد ويشوفون المركز القريب من دواماتهم أو قريب من منازلهم ويأخذونها. هل الفترة الجو قاعد يتغير وايد أشخاص قاعدين يمرضون بالإنفلونزا، ونحن دائما نحاول نبين أن هناك فرق بين نزلة البرد العادية، لأن نحن واحد يقول مزكم متعودين على الزكام، لكن الزكام والنزلة البرد مختلفة تماما عن الإنفلونزا الموسمية وفيها اختلاف وايد كبير. حتى الأعراض حتى الأعراض تكون أذجل في أو أشد في حالة الإنفلونزا من نزلة البرد العادية، سواء الحرارة سواء السعال سواء تعب الجسم، يعني هذه الأشياء. وبعد مرات مو للشخص نفسه، يعني يكون للأشخاص اللي معاه موجودين في المنزل الواحد أو حتى في أماكن العمل، يعني عدوى الشخص مو فقط بتأثر عليه، بتأثر حتى على المجتمع اللي حواليه. صحيح. نحن دائما نحصل اللي عندهم أشخاص من مثلا كبار السن أو كبار المواطنين في البيت، ننصحهم أنهم يأخذون الموعد مو عشانهم، عشان الناس اللي هم عايشين معاهم. تقريبا هالأشياء اللي كنا نركز عليها في مداخلتنا اليوم. نتمنى لكم الصحة والسعادة. نتمنى لك الصحة والسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا مثل ما ذكرت أسماء، يعني أن الواحد يأخذ موعد جدا بسيط من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو الاتصال بالرقم المباشر للرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي. هذا الشيء بيوفر عليكم وقت كبير. ثاني شيء، بتختار العيادة أو المركز الصحي اللي بجنب سواء عملك أو بجنب بيتك، فيوفر عليك وقت كثير كبير. يعني بدل ما تصير قبل الموعد بساعات أساس تنتظر، بالعكس تصير قبل الموعد بعشرين دقيقة بالكثير، أساس تأخذ الخدمة اللي أنت حاجز لها وتطلع على طول بدون أي تأخير. طبعا الحين الوقت مهم، يعني حتى سابقا في كل لحظة وقتنا مهم، وكل دقيقة تمر علينا طبعا لها أهميتها. ونفس ما ذكرنا كذلك فقرة السوشيال ميديا، في فرق كبير بين الإنفلونزا ونزلة البرد العادية. الإنفلونزا بتكون أعراضها وايد أكثر وأشد على أشخاص، يعني على الأشخاص وخاصة كبار السن أو الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، فتكون مناعتهم أقل عن الأشخاص العاديين كذلك. فالتطعيم يعطينا وقاية. في ناس يمكن تقولك خذية التطعيم بس نفس الشيء، يعني بس الأعراض تكون جدا أقل، ما مثل الأعراض إذا يدك وأنت ما ماخذ التطعيم. فا
طبعا الحين متوفرة سواء تطعيم الإنفلونزا وكذلك تطعيم الكوفيد كذلك متوفر عندنا في هيئة الصحة في دبي، فيقدر الواحد ياخذ تطعيم الكوفيد وعقب فترة يرد ياخذ تطعيم الإنفلونزا كذلك للأشخاص اللي بعدهم ما أخذوا تطعيم الكوفيد. مستمعينا طالعين فاصل وراجعين لكم بنكمل فقراتنا لليوم. صحة وسعادة. مستمعينا رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا في البرنامج. طبعا وصلنا لفقرتنا الثانية واللي عودناكم تكون الفقرة التغذوية، واليوم بنتكلم عن أحد العناصر الغذائية واللي هي عنصر جدا مهم في تغذيتنا وخاصة بشكل يومي وفي كل الوجبات تقريبا. بنتكلم عن البروتين. يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، فمن خلاله يتم تشكيل وبناء الأنسجة والخلايا في الجسم، إضافة إلى دوره في سلامة وتعزيز وظائف الأعضاء طبعا في الجسم بصورة صحيحة. وفي فقرة التغذية اليوم بنتحدث أكثر عن البروتينات، أهميتها واحتياجاتنا اليومية منها. ويانا اليوم الأستاذة فاطمة آل درويش، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة فاطمة. صبحكم الله بالنور والسرور. أهلا وسهلا بكم. حياك الله ويانا. حييك. طبعا أستاذة فاطمة، بداية البروتين له أهمية كبيرة في للجسم، فحابين نتعرف بداية عن أهمية البروتينات للجسم بشكل عام. صح، مثل ما ذكرتي أن طبعا البروتين يدخل في تركيب العديد من الأنسجة وهرمونات وإنزيمات الجسم، وأهمها الأنسجة العضلية. فعشان نحافظ على كتلة عضلية ونبني كمية صحية من العضل في الجسم ونحافظ على وظائف الطبيعية اللي في الجسم، لازم نتناول ونحرص على تناول كمية جيدة من البروتين تكون من ضمن احتياجاتنا الغذائية اليومية. ونحرص أن نتناول من المصادر اللي هي تكون من المصادر النباتية والمصادر الحيوانية أيضا. إنما طبعا في ناس يكونون نباتيين يفضلون أن كل مصادر البروتين تكون نباتية، أما الأشخاص العاديين ممكن أنهم يأخذون التوازن بين الأثنين. طبعا ذكرتي أن في مصادر نباتية وفي مصادر كذلك حيوانية، فحابين نتعرف أكثر عن هذه المصادر بشكل موسع. مصادر البروتين اللي هي مثل ما نحن نعرف الدجاج، اللحم، الأسماك، الألبان فيها بروتين بعد مثل الجبن والروب واللبن وغيره. عندنا الفول، العدس، البقوليات بشكل عام تحتوي على البروتين مثل الحمص وغيره. فهذه المصادر، هاي المصادر الأساسية من البروتين عندنا في الأكل. بعدنا بغي كنت بغيت أتكلم أكثر عن احتياجاتنا من البروتين. صحيح. إذا ما نتكلم الحين نحن نعرف المصادر، بس هل نحن كأشخاص في يوم في 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 غذائنا اليومي نحرص على أن نأخذ احتياجاتنا من البروتين؟ هل نحن نأخذ أقل من احتياجاتنا أو أكثر؟ فمن المهم أن الواحد شوي يتعرف، أو يمكن يكون شوي في البداية صعب أن الواحد يتخيل كم جرام بروتين ممكن أني أنا أحتاج. ففي البداية بشكل عام الأشخاص الأصحاء العاديين ممكن احتياجاتهم للبروتين يعني 0.8 لكل جرام، يعني كل كيلو جرام من الجسم. احتياج الشخص بيكون 0.8 جرام لكل كيلو جرام من الجسم. فمثلا شخص إذا وزنه 60 نضربه في 0.8 كيلو، بيكون تقريبا 48-50 جرام بروتين في اليوم. طبعا احتياجات الشخص بتزيد اذا كان نشاطه البدني زاد، اذا كان شخص رياضي، اذا كان عنده اي مشاكل صحيه، فكل هالاشياء تاثر على كميه الاحتياجات للبروتين. لكن بشكل عام شخص يمارس نشاط بدني طبيعي مش اكثر عن الاشخاص العاديين، يتناول اكل يعني طبيعي، ما يسوي اي دايت معين، ما عنده اي مشاكل صحيه، تقريبا هذه هي احتياجاته من البروتين. وبشكل عام اذا نقول تقريبا من 55 أو 60 جرام من البروتين
احتياج يعني الاحتياج اليومي للأشخاص البالغين. نعم. فمصادر البروتين مثلا إذا قلنا البيضة الواحدة تحتوي على 7 جرامات من البروتين البيضة الكاملة. نعم. صدر الدياي مثلا صدر الدياي إذا كان 170 جرام يعني تقريبا حجم راحة اليد مرتين يعادل 50 جرام من البروتين. اللحم المفروم الخالي من الدهون نفس الكمية بتعطينا 42 جرام من البروتين. السالمون المطبوخ لنفس الكمية اللي ذكرتها تحتوي على 42 جرام من البروتين. يمكن في البداية بعض الأشخاص يحتاجون الميزان عشان يعرفون الكمية. صحيح، أساس يعرف بالضبط الكتلة كم أو الوزن كم. بيتعود بالضبط، فبعدين بيعرف من النظر بيعرف أنه راحة اليد أنا كم احتياجاتي لراحة اليد تقريبا الوحدة فيها خلينا نقول 90 أو 85 جرام من البروتين. فيقدر طبعا إذا تناول جزء منها من الغداء جزء على وجبة العشاء الريوق يكون فيه بيض ممكن أنه يكون ماخذ احتياج الكافي لليوم لليوم نفسه من البروتين. أستاذ فاطمة ذكرتي نقطة جدا مهمة وأنا حبيت أنك ذكرتيها كذلك خلال السؤال، قلتي ليش الشخص البالغ الصحي يعني في أشخاص يمكن يحتاجون نسبة بروتين أكثر عن الأشخاص أو أقل فخاصة في طور يمكن نقول الأطفال، فحابين نتعرف الأطفال كم هي حاجتهم في اليوم خلال اليوم من ناحية البروتين؟ البروتين الأشخاص الأطفال احتياجاتهم للبروتين بتختلف على حسب الأعمار، يعني في البداية مثلا من الطفل من عمر سنة لثلاث سنوات ممكن احتياجاته بشكل عام تكون تقريبا 13 جرام من البروتين يوميا، يعني ممكن نص يعني إذا كوب واحد من الحليب فيه 8 جرامات من الحليب فهو أخذ تقريبا نص احتياجات اليومية، فمن السهل أنه يوصلها. الأطفال من عمر 4 لين 8 سنوات بيحتاجون 19 جرام من البروتين. اللي أكبر من 9 لين 15 لين 13 سنة بيحتاجون 34 جرام من البروتين. وإذا كبروا طبعا في سن المراهقة 14-18 سنة البنات بيحتاجون 46 جرام من البروتين، أما الشباب بيحتاجون 52 جرام من البروتين. فتختلف طبعا على حسب الأعمار على حسب طبعا. أستاذة فاطمة قبل ما ننتقل للسؤال الثاني عندنا سؤال من المستمع أبو عبد الله يقول فيه هناك الملايين من النباتيين اللي ما يتناولون البروتين الحيواني ويكتفون بالبروتين النباتي، فهل هؤلاء على خطأ؟ لا ما بيكونون على خطر إذا هم تناولوا يعني الكومبينيشن أو أنهم عرفوا كيف ينسقون الأكل ويتناولون مصادر مختلفة من البروتين، لأن في مصادر تكون مثلا المصادر الحيوانية من البروتين تحتوي على كل الأمينو أسيد اللي يحتاجها الجسم، أما النباتات ما تحتوي على كل الأمينو أسيد اللي يحتاجها الجسم، فالشخص لازم ينوع في مصادر البروتين، مثلا ياخذ عدس وياخذ مثلا ذرة ياخذ مثلا ويثقف نفسه كذلك يعني يعرف الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية في كل نوع من النباتات اللي تحتوي على البروتين وين تكون. طبعا هي فهو لازم شويه يعني هذول بيحتاجون يعني اكثر انهم يشوفون اخصائي تغذيه حسب بس يوجههم للكومبينيشنز او التنسيق الاكل الصحيح، يعني مع شو يتناولون هذه الوجبه مع شو يعني شو الانواع اللي لازم يحطونها مع بعض في الوجبه حسب وجبتهم تكون مكتمله من انواع الامينو اسيد فبالتالي ما يكون عندهم اي نقص. لكن لا ما بيكونون على خطر اذا هم يعني يتناولوا طعام متنوع. ممتاز. أستاذة فاطمة تكلمنا عن الحاجة اليومية للأطفال من البروتين وطبعا كلن على حسب عمره، فني للفئة الأخرى اللي هي فئة كبار السن، فهل تختلف احتياجاتهم اليومية من البروتين عن غيرهم من الفئات الأخرى؟ هو مشكلة الكبار في السن يمكن احتياجاتهم ما بتكون مختلفة عن البالغين إلا إذا طبعا يعتمد على وضعهم الصحي، إذا كان عندهم أي مشاكل صحية مثلا وظائف الكلى تكون مختلة فاحتياجاتهم للبروتين بتقل أو مثلا بتزيد على حسب وضعهم الصحي مثل ما أنا قلت. وثاني شيء مع كبار السن قلة الحركة بتصير، في منهم يكونون على الفراش يعني صحيح. في منهم ما في حركة يعني بشكل يومي فيصير في ضمور للعضلات،
هني هم نحتاج أن نعطيهم أكثر من البروتين، فكل واحد على حسب وضعه الصحي. أما كشخص عادي يتحرك يأكل أكل كامل ما عنده مشاكل صحية، فاحتياجه بيكون طبيعي يعني، وعلى حسب نشاطه البدني ووضعه. لكن اللي نشوفه أكثر كبار السن شهيتهم مرات تكون أقل، صحيح، وكميات البروتين اللي يأكلونها تكون وايد أقل عن احتياجاتهم، صحيح. فبالتالي دائما ننصحهم أن يزيدون نسبة البروتين إذا يعني بس احتياجه كاحتياج يومي. ممكن للبالغين يكون نفس الشيء. بخصوص يعني تأثير نقص البروتين عند هذه الفئة العمرية، يعني فئة كبار السن، عارفين يعني الفئة العمرية مثل ما نقول يعني فئة شوي تكون حساسة أكثر حتى في نقص الأغذية وفي نقص يعني المكونات الغذائية. ففي هالحالة عن نقص البروتين شو يترتب عليه بالنسبة لكبار السن؟ بتشوفون يعني طبعا يبين من الملامح الوجه، من الجسم بيكون يعني الفيتشرز او الملامح تكون ضئيله اكثر، العظام في الوجه تكون طالعه اكثر، يعني ها كله يبين يعاون ان في نقص بروتين، نقص عضل في الجسم. فيكون في طبعا خمول، مقاومه الجسم طبعا تكون مختلفه عن شخص عنده كميه جيده من العضلات. فيكون في اكيد ترتبات على هاي على هذا النقص، خاصه ان البروتين يلعب دور كبير يعني في عضلات الجسم نفسها. فنحن بعد نحاول حتى اللي على الفراش مثلا يكونون ما يتحركون، على الاقل يكون في تمارين يومية مع العلاج الطبيعي او غيره، يعني صحيح. يكون في شويه حركه لتمرين العضلات وما يكون في ضمور للعضلات، صحيح، لان الاكل ما راح يعوض يعني من الحركه نحرك العضله اكثر. استاذ فاطمه، نصيحه عامه توجهينها في هذا المجال؟ مثل كل عادة نحاول دائما نكون معتدلين في تناول البروتين، لأن مرات نشوف الشباب ما شاء الله عليهم يبون يروحون الجيم وفجأة يزيدون احتياجاتهم أكثر من الطبيعي يعني اللي يحتاجونه، يثقفون نفسهم أكثر. اللي يروح الجيم مو بكل حد يعني، في ناس يغطون احتياجاتهم من الأكل، مو بشرط أنك تأخذ مكملات غذائية من برا وأنت مو بعارف مصادرها. فنصيحتي للشباب أنهم يثقفون نفسهم أكثر وما يلجؤون لبروتينات وأشياء هم ما يحتاجون لها قبل ما يتأكدون من المصادر الموثوقة. صحيح. فاطمة الدرويش، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مشكورين على الاستضافة، شكرا، يعطيك ألف عافية. طبعا مستمعينا كانت هذه فقرتنا التغذوية وتكلمنا فيها عن احتياجاتنا اليومية من البروتين. قبل ما نطلع فاصل في وردنا سؤال من بو عبد الله، الكثير نصحوني بعدم أخذ لقاح الإنفلونزا والسبب كما يقولون أن لها أعراض جانبية. طبعا بو عبد الله، بداية النصيحة من أي جهة وصلتك؟ يعني يعتمد من ناحية لقاح الإنفلونزا وشو هي الأعراض الجانبية؟ أي شيء نأخذه بتكون لأعراض جانبية، بس إذا كانت من ناحية بعد ما أخذ لقاح الإنفلونزا، في ناس كثيرة تكون يمكن عندهم حرارة، ألم في الجسم، هذا مع أي لقاح نحسبه، هذا ما يتعدى يوم يومين بالكثير، بس خلال هاليوم واليومين أنا عندي، وهذا طبعا لطبيعة الجسم وجهاز المناعة، يعني مثل يعني يبرزنا كذلك أن هاي الأعراض جدا بسيطة مقارنة بالأعراض اللي بتصيبنا إذا صابنا المرض نفسه اللي هو مرض الإنفلونزا. فبداية ناخذ النصيحة من الأشخاص المختصة في هذا المجال ونسأل كذلك شو هي الأعراض الجانبية اللي بتصيبني. في معظم الحالات تكون أعراض جانبية جدا بسيطة ويقدر الواحد يعديها خلال يوم أو يومين وتكون جدا بسيطة ما تأثر على الشخص كعموما، وبالعكس بعد ما ياخذه يتم سنة كاملة صحته تكون الحمد لله، يعني ما يتعرض للعدوى، وحتى لو تكون تصيب العدوى تكون العدوى جدا بسيطة. مستمعينا طالعين فاصل وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. في فقرتنا الحين بنتحدث عن الصحة النفسية، وخاصة الصحة النفسية للرجل. تعتبر الصحة النفسية من المواضيع المهمة اللي يجب الانتباه إليها، والتي تؤثر على الحياة اليومية للإنسان بشكل عام، بما في ذلك العلاقات الاجتماعية والصحية والجسدية كذلك. في حين تساهم الصحة العقلية السليمة في تحقيق الراحة العاطفية والنفسية والاجتماعية للفرد، كما تساعد في تحديد كيفية التعامل مع التوتر والتفاعل مع الآخرين واتخاذ القرارات الصحيحة. في حلقة اليوم إن شاء الله بنتحدث عن موضوع الصحة النفسية بشكل عام والصحة النفسية للرجل بشكل خاص، وبيكون ويانا اليوم الدكتور بسام أيسر ضياء، اختصاصي الطب النفسي بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور بسام. الله يخليك، صباح النور. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك، دائما الشرف وجودي معكم. حياك الله دكتور. طبعا الصحة النفسية لها دور كبير يعني لحياة الشخص عموما، يعني سواء النساء سواء الرجال سواء الأطفال أو الكبار، يعني ما يعني كل سن وله صحة نفسية لها دور كبير في هذا السن. بداية حابين نتعرف عن أهمية الصحة النفسية وتأثيرها على حياة الفرد بشكل عام. هو أولا الصحة النفسية يعني هي مو مثل موازنة بين الصحة الجسدية والنفسية، هي كل شيء مرتبط. الصحة بصورة عامة يعني مثل ما واحد يقول أحمد ربي على نعمة الصحة، هذا يشمل الصحة النفسية. صحيح. أيام حتى طريقة التعبير للأشخاص عن مشاكلهم النفسية تكون بأعراض جسدية، والعكس صحيح. إذا شخص يمر بمشكلة جسدية يعني شيء عضوي، نفسيته حتكون تعبانة، شيء مرتبط مع بعض. صحيح. فمن قلل يعني فلازم ما نهملها. يعني كثير من الناس يعني مثل يأخذون الصحة النفسية كشيء ثانوي، أو مثل أو هي دائما المشكلة عندنا العيب وكيف يعني مثل نشوفها كضعف. صحيح. وهالشيء يأثر كذلك على نفس ما قلت دكتور، يعني يأثر على الصحة الجسدية كذلك للشخص، مو بس الصحة النفسية. يعني الصحة النفسية لها أثر في الصحة في صحة الشخص الجسدية. يعني حتى لو نعطي مثال، يعني إذا كانت صحة الشخص النفسية صحيحة أو كانت يعني عنده فرح سرور بشوفه من الصبح، يعني حتى لو آلام في جسمه لو كان تعبان أو شيء ما بتأثر على يومه، على عكس الشخص اللي تكون صحته النفسية شوي تعبان مكتئب زعلان أو شيء، تحس أنك تبذل أي مجهود تحس بالتعب في جسمك كله، أو حتى لو ألم بسيط تحس بالعكس يعني الألم مضاعف عندك. بالضبط بالضبط، وهذا أكيد انتبهنا عليه وشفناه بصورة أوضح فترة هاي الجائحة كورونا اللي صارت. صحيح. كثير من الناس بدأت أعراض جسدية عندهم رغم هم نفسيتهم تعبانة بسبب الحجر أو بسبب يعني الإجراءات اللي صارت الاحترازية. صحيح. ناس ثانيين مثلا من يمرون بالأزمة كورونا تلقين نفسيتهم، كثير حالات جتنا أنه مع اكتئاب أو قلق مصاحب للمرض العضوي اللي صار عندهم. صحيح. حتى الأعراض تكون أكثر عن الأشخاص اللي تكون نفسيتهم مرتاحة. بالضبط بالضبط. لأنه تعرفين الجسم من مرتبط مع بعض، عندنا شغلتين رئيسية اللي هي مناعة الجسم تتأثر مع النفسية. صحيح. وفي ننتبه مثلا في ناس مثلا من يكون مرتبك أو مضايق يقول في وجع بطني. صح. نعم. صحيح. أعراضك مثلا القولون العصبي في نسبة تقريبا 80% ترتبط مع القلق. صحيح. هذا مثال خلينا نقول. صحيح دكتور. طبعا حابين نتعرف الأسباب اللي قد تؤثر سلبا على الصحة النفسية وخاصة للرجال. مشكلة هي الشيء الرئيسي بالنسبة للرجال وخاصة الرجال بالشرق الأوسط، هو أنه من يعني ما نعطي اعتبار للصحة النفسية. يعني في نظرة مثل الوصمة أو الاستيغما نقول، أو هاي المشكلة الرئيسية.
شفت الأيام شخص يتكابر عليها، تيجي طريقة التعبير عندنا يعني كثير مرضى يجوني مثلا يقول أنا عندي مشكلة بالنوم، من أكشف عليه أقول له مثلا لا عندك اكتئاب أو قلق، يرفض الفكرة صحيح. يعني مثل يشوفها كضعف. الشيء الثاني هو يعني توصل الحالة بحيث يحتاج مساعدة، بس لا هو قبلها لا أنه أريد أساعد نفسي بنفسي. صحيح، أو تجاهل الأعراض كذلك على أساس أن هالأعراض بالضبط فترة بسيطة وبتعدي، يعني بالضبط ما بتزيد الأعراض أكثر وأكثر وما بحسبها مع الوقت، بالعكس بتأثر على حياتي. ايه، فهو بالضبط يجونه يعني قلت لك يعني يشكي، يعني حتى ايام يتحولون من طبيب عام او طبيب باطنيه هو رايح لهم يشكي من مثلا وجع راس، صداع، وجع نعم بالبطن، رغم هو مشكلته الرئيسيه تكون نفسيه اللي هي مسببها الاعراض. صحيح. فمع هذا ما يتقبل فكره طلب المساعده. ليش؟ لانه المرض العضوي ما نشوفه كضعف، رغم المرض النفسي ده يشوفه كضعف. صحيح، مع أن المرض النفسي مرات يؤدي إلى أمراض عضوية مع الوقت، خاصة إذا تجاهلنا هذه الأعراض النفسية اللي تبتدي تطلع يمكن بالتدريج، ومثل ما نقول نقمعها أو نتجاهلها. بالضبط، يعني حتى تبقي انه مأثر على حياتهم لفترة طويلة هم اللي يتجاهلون هالموضوع، او صحيح مأثر على عمله. صحيح. ومرات دكتور يمكن تركيزنا يكون أو تركيز الأشخاص يكون أن هذه يعني هاي هذا الشيء طبيعي، نعم فيتجاهل أكثر ويقول مع الوقت بيخف، باخذ إجازة وبيخف، بس مرات ننتبه أن هاي الأعراض بالعكس مستمرة. فكيف الواحد يعرف أن هاي الأعراض أصلا وصلت لدرجة أنها مش طبيعية؟ شوفي، هي الأعراض لأنه الأمراض والاضطرابات مختلفة، فالأعراض صحيح تكون مختلفة، بس خلينا نقول في أشياء ثابتة تكون معها. يعني شنو الفرق مثلا القلق في طبيعي أو لا، أو صحيح الحزن، يعني كرد فعل لموضوع صار معنا بحياتنا أو شيء طبيعي، الكل مزاجهم يتقلب بس بالمستوى الطبيعي، الكل ينفعل يعني يفرح يحزن يقلق مع أحداث تصير بحياته، بس من يبدي هالموضوع هاي المشاعر تكون تطول أكثر تتأثر على حياتنا على تركيزنا على علاقاتنا، لا هناك معناها في مشكلة. صحيح، وهالشيء جدا مهم أن يعني نركز أن هذه الأعراض أثرت على حياتنا أو كانت مستمرة طول اليوم فرضا أو أثرت حتى على يعني يومي الكامل، فالواحد يفضل أن يأخذ النصيحة إذا لاحظ هذه الأعراض ابتدت تأثر على يومه. بالضبط، ونسمع للأشخاص القريبين ما عندنا. أيام التغيير يكون الشخص ما ينتبه على نفسه، صحيح يكون في عالمه شوية، بس صحيح القريبين ما عندنا ينتبهون على التغيير. صحيح. ومرات يعني حتى لو انتبهوا القريبين منا نعطي الأعذار، نعم يعني سبحان الله الأعراض النفسية أو الأعراض الضغط نعطي الأعذار إلها، لا أنا مضغوط في الدوام، أنا مضغوط بهالطريقة، أنا ما أخذت إجازة. بس الجميل يوم الواحد يعرف نفسه عدل ويلاحظ هذه الأعراض وما يأخذها بحساسية، نفس ما ذكر دكتور بداية في ناس كثير تتجاهل هالأعراض، بالعكس يعني الجميل أن أخذها من بدايتها وأتعالج منها، يمكن العلاج يكون جدا بسيط، وبالعكس يعني يكون يومي أو حياتي تكون جدا أسهل وأريح كذلك. نعم، أنت قلت لنا الجوهرة في الموضوع حاليا، يعني وهذا نجي للمشكلة في الأمراض النفسية للرجال، لأن عادة الرجل من يمر بأزمة قليل اللي يتكلمون، صحيح، أو يمثل يعتكف على حاله، يحاول يحل الشيء بنفسه، ما يعني يلجأ للمساعدة. وهاي طبعا مع يعني تختلف من مجتمع لمجتمع الدرجات، بس هي بصورة عامة موجودة بكل العالم. صحيح دكتور، شو هي أكثر المشاكل النفسية اللي لاحظتوها واللي عاني منها الرجال؟ شوفي، فيه أمراض يعني تقريبا موجودة النسبة متساوية نعم بين الرجال والنساء، بس مثلا أمراض اضطرابات المزاج خلينا نقول مثل الاكتئاب والقلق تكون أكثر عند النساء، بس من تصير بالرجال غالبا شدتها ممكن تكون أقوى،
ليش؟ لأنه يوصلون بفترة هو ضغط على نفسه وضغط ضغط يوصلنا يعني بعد فترة من الزاد الموضوع على حد. صحيح. عداها يعني مثلا الإحصائيات تقول ليش مثلا واحد من كل 8 رجال ممكن يمر باكتئاب بحياته، وواحد من كل 5 يمر بقلق. شافوا أنه أصلاً مثلاً آخر سنة بهاي فترة الأزمة اللي صارت إحصائية أنه في بريطانيا، نعم، لقوا أنه 2 من كل 3 رجال قالوا خلال هاي الفترة حسينا نفسنا تحت الضغط وأنه مدى نقدر يعني نرتاح، أنه دائماً نكون يعني نحس نفسنا مثل معصب أو يعني شاد على نفسه. هذه نسبة كبيرة، وهي نسبة كبيرة يعني لهم 2 من كل 3 يعني. نعم. نقدر نقول 90% أو 80%، خلينا نقول يعني قريب 80-70%. ليش؟ لأنه هو دا يضغط على نفسه الفترة، العمل الظروف صعبة ودا يحس بالمسؤولية عليه، بس هو ما دا يفصل على بيبي. صحيح. عداها في حالات اللي نخاف منها اللي هي تكون نسبتها أكثر مع الرجال، حالات مثل استعمال المواد المهدئة أو المخدرة وحالات الانتحار، هاي نسبتها تكون كثير أعلى في الرجال من النساء، أو على الأقل الله يبعد حالات الانتحار تكون يعني مو محاولة، تكون يعني شخص أنهى حياته. نعم. وهذه النسبة تقريبا 75% من الحالات الانتحار تكون للرجال رغم المحاولات أكثر من النساء. يعني هاي أهم شيء، يعني هاي خطورة بيها يعني. طبعا دكتور، الأسرة لها دور كبير وكذلك المجتمع خاصة للمريض النفسي سواء كان رجل أو امرأة، فحابين نتعرف على أهمية دعم الأسرة والمجتمع للأشخاص اللي يعانون من أمراض نفسية. هو أولا خلينا نقول التفهم والتقبل للموضوع. صحيح. إنه هذا مرض، يعني إحنا هذا دائما نشرحه، إنه هي كيمياويات في الدماغ تغيرت في سبب عضوي للمرض النفسي، هو مو يعني مو شيء ما مرتبط، هو مو بس يعني مثل يعني شخص حاس بالاكتئاب لا انه صير اقوى وتعبر، لا هي مو هالشكل، هي كيمياويات نزلت وكل شيء تغير، يعني مزاجه، تركيزه، نومه، طاقته، كلها تغير. صحيح. فنريد نتقبل هذا الشيء. قال في أمراض ثانية مثل الحالات الدهانية، تقلبات المزاج، حتى أمراض الإدمان، إحنا نريد نعالج مو نحكم على الشخص. صحيح. صحيح، خاصة أن ناس كثيرة حطت لها بعدها يعني مثل ما نقولها استجمة أو وصمة عار، أن مراجعة الطبيب النفسي لهذه الأمراض، وخاصة أن دور الطبيب النفسي أو المعالج النفسي كبير أن يعالج هذا المرض، وكذلك تهيئة المريض النفسي لأن يعود لحياة الطبيعية. بالضبط بالضبط. حتى كثير يعني مرضى يجونا يكون متخوف، يقول أنا ما أبدي أدوية حتى لا أصير مدمن. لا، هي هاي أدوية علاج. صحيح. يعني مثل ما واحد يأخذ مضاد حيوي، بس الفرق فترتها تكون ممكن أطول. صحيح. فهذا صح، هذا هاي نقطة ثانية يتخوفون منها الأشخاص اللي عندهم هذه الأعراض، أن يمكن أخذها وأدمن عليها، أول ما أوقف الدواء ترجع لي الأعراض نفس قبل ويمكن أكثر. نعم، في بعض الحالات يحتاجون الدواء أطول من غيرها، بس مو معنى هذا الكل. نعم. إذا كل ما عالجنا المشكلة أسرع، احتمالية الانتكاسة تقل. صحيح. دكتور بسام، يانا سؤال كذلك من أبو عبد الله، قرأت أن في بعض الولايات في أمريكا يتم فحص الأطباء النفسيين كل عامين لاحتمال أن يكون مصابا بالاكتئاب، فهل ممكن أن يصاب الطبيب أو المعالج النفسي بالاكتئاب كذلك؟ نعم أكيد، يعني نعم في إحصائية هي يكون في الدول يعني في أوروبا وأمريكا، أنه أيام يقولون أنه الطبيب النفسي يحتاج يتابع مع معالج نفسي تقريبا سنوي أو كل 2 سنين.
طبعاً معها يعني حتى سمعت في مثلاً إحصائيات بأستراليا مثلاً عملوها إنه إجباري الطبيب النفسي يأخذ إجازة، يعني إذا ما أخذ إجازته السنوية ما يرقوا مثلاً. ليش؟ يعتبروه حيأثر على إنتاجيته. صحيح. ليش؟ لأن هو يعني يتقبل الناس. إحنا ما حن يعني مر يعني أكيد أي شخص حيروح للطبيب هو يكون متضايق ووضع ما مرتاح به. صحيح. فمن يروح يريد يشوف شخص يتقبله يتفهمه، مو يروح للشخص أو يعني دكتور أو معالج يكون هو متضايق من نفسه أصلاً. أكيد. وكذلك دكتور، يعني الطبيب النفسي أو الطبيب عموما أو المعالج النفسي، يعني يعني نفس ما يمر على الأشخاص العادية من ضغوطات، كذلك هو تمر عليه هذه الضغوطات. بالضبط. فهذه تأثر، هي نفس النسبة. صحيح. يعني هي نفس نسبة الأمراض النفسية، هي بالمجتمع هي تشمل الأطباء وكل الفئات. صحيح. دكتور طبعا حابين نتعرف بعد كيف يمكن الحفاظ على الصحة النفسية عموما والرجل خصوصا. أوكي. بصورة عامة احنا يعني يمكن الناس يسمعوها كثير انه اكل صحي نوم صحي يعني بحيث ملوا منها، بس لا، هذا الشيء لانه هو مهم فنظل من عيد. صحيح. يعني كثير من الناس نشوف وضعهم مستقر، تبدي صار تقلب او انتكاسه بحالته بسبب انه اجاله مثلا يوم ينام عدل او تلخبط نومه تلخبط اكله تتاثر. ليش؟ لانه مثل ما قلت كل شيء مرتبط. فهو الشخص اللي يقدر يسويه بايده من البدايه انه يحافظ على صحته. ضغوطات الحياه نمر بيها، بس كيف نتعامل معها هذا المهم. نعم. وهذا المهم. مثلا القلق أيام أكثر شيء نسبته حوالي العمر العشرين، من نهاية يعني العمر المراهقة بداية العشرينات. ليش؟ لأنه الظروف جديدة للشخص، ما عنده خبرة بالحياة وبدأت تصير عليه مسؤولية، فما يعرف كيف يتعامل مع الضغوطات، كيف ردة فعله. الشخص اللي عنده خبرة أكثر تكون هالأشياء يعني مثيرة للقلق أقل عنده، لأنه تعامل معها قبل، مو لأنه هو يعني شخص ثاني، لا، لأنه هالظروف اللي يمر بيها ومر بيها قبل. صحيح. فكون طريق يعني مثل كون طريقته كيف التعامل مع هالظروف. ننصح يعني على الأقل الاختلاط، التكلم مع الآخرين، هل شيء واحد ما ينعزل، هذا هم شيء أثر. يعني من النصائح للرجال يقولون على الأقل خلي 3 أشخاص قريبين منك تقدر تكلمهم، 3 أصحاب أقرباء أو شيء، لأنه غالبا شوية الرجال ينعزلون. وهذا ما يزيد. وهذا دكتور يمكن ما يعكس أن الشخص ضعيف، بالعكس. لا. يعني ما يعكس بتاتا ضعف الشخص، بالعكس يعكس ذكاء أو انتباه، أن انتبه أن في شيء غريب ابتدى يطلع في حياته أو في جسمه. بالضبط. ينتبه على مثلا حتى يعني أشياء بسيطة تعرفين أن أسألهم، يا مثلا كيف مثلا من تروح للدوام يوميا كيف تسوق، تعصب بالطريق أو لا. صحيح. تقبلك للأخطاء الآخرين، هل أنت مرن لو لا، يعني ما تتقبل. من الأعراض الرئيسية تبين أيام النوم، النوم هو عرض وهو سبب. صحيح. الشهية للأكل، رغبتنا للأكل، حتى أيام رغبة الناس للأكل، مثلا شخص تشوفيه يأكل أكل صحي بعدين بدأ يريد، لا، يريد أكلات دسمة، معناها في بدأ تغير بالمزاج. صحيح. فهذه أشياء يمكن بسيطة، بس الواحد يأخذ انتباهها إلها من البداية. طبعا دكتور بسام، الوقت داهمنا والموضوع جدا شيق، وإن شاء الله بنتطرق لهالمواضيع إن شاء الله أكثر وأكثر، وخاصة المواضيع اللي إلها يعني خصوصا بالصحة النفسية. إن شاء الله. الله يخليك. الدكتور بسام أيسر ضياء، اختصاصي الطب النفسي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. لا، شكرا لكم، وإن شاء الله صحة جيدة للجميع، نفسية وجسدية إن شاء الله. شكرا. يوم سعيد دكتور. ويومك، مع السلامة.
في سؤال كذلك وردنا من أبو عبد الله، ما هي أخطار تناول البروتين الحيواني بكثرة؟ وإن شاء الله بنتطرق كذلك لهذه المواضيع التقدوية بخصوصا البروتين إن شاء الله في حلقاتنا الجاية إن شاء الله، وإن شاء الله بنوجه هذا السؤال لأخصائية التغذية أساس نلقى الإجابة بالتفصيل. مستمعينا، كانت هذه حلقة اليوم من برنامج صحة وسعادة. أشكر فريق العمل وياي اليوم، ونلقاكم باكر إن شاء الله على نفس الوقت، ودمتم بصحة وسعادة.